لكن محمد بن سلمان يتحدث بلغة يعني معادية لإيران، ويتحدث أيضا عن الاستعداد للحرب خلال 15 عام. هذا بصفة أساسية. طبعا العداء بين عندما خرجت الثورة الإيرانية ذكرناها أعتقد في حلقة أو سنذكرها بالتفصيل في حينها عندما نعود إلى الوهابية وتفاعلاتها في السعودية، عندما ظهرت إيران ورفعت شعارا إسلاميا بقدر أن يكون إسلامي حقيقة أو غير حقيقة، رفعت شعار إسلامي، عبد الناصر رفع شعارا قوميا واشتراكيا وثورويا، هذا وجه بشعار التضامن الإسلامي من فيصل، واستطاع فيصل أن هزيمته. والحقيقة التاريخية أن هذا اتجاه هزم، لأن استطاع فيصل أن يأتي بالجماهير ويستخدم الإخوان المسلمين ويستغلهم، وسنعود إليهم الآن بعد قليل لهذا الغرض، وضرب الاتجاه القومي والاتجاه الثوروي ضربة قاصمة ما في ذلك شك. ظهرت الإيران ودعت وقامت ثورة على أساس إسلامي، إسلامي شيعي نعم لكن أساس إسلامي، فأصبح هناك منافس للسعودية، كانت تحتكر، كان الشعار السعودي دائما لا يوجد في العالم من يطبق الشرع الإسلامي بحذافيره إلا نحن فقط، فجاء لها من ينافس من يقول نحن نطبق الشرع الإسلامية، نعم باجتهاد مختلف بمذهب مختلف لكن نحن مسلمون وإسلاميون، فأصبح الاحتكار في خطر، وأصبح الكرسي السعودي في زلزال، بالإضافة أن إيران خرجت حتى عن الفكر الشيعي التقليدي في انتظار المهدي، وبدأ تأخذ بدأ الشعب الإيراني الشيعي يأخذ الأمور بيده ويجري انتخابات وإلى آخره، هذه كلها خطر مميت على آل سعود، فحركوا الورقة الطائفية. الآن بالإضافة إلى هذه أضيف إليها أنه يريد أن يتم الصفقة مع إسرائيل، ولأنه ممكن تماما لا بقاء لآل سعود إلا بالنعمة الأمريكية الإسرائيلية، فتصريحاته عن إيران بأن خامنائي يشبه هتلر وشد سوء من هتلر الآخري ما هي إلا لعب بعواطف الصهاينة وتقرب إليهم، لأن ليس لها مكان من الإعراب في الصراع المحلي. نعم. لا يوجد هناك مبرر أن يوصف بأنه هتلر أو غير هتلر. نعم. كان يوصفه مثلا بجنكيز خان إذا شاء، لكن ليس بهتلر، واضح أنها موجهة إلى الجوانب الصهيونية لمداعبة عواطف اليهود وكسبهم إلى جانبه.